من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه، قال لهم كده: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أنه هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. وقال للتلاميذ كده: الحصاد كثير، الفعلة قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. الجزء ده البرنامج عنوانه حياة الخادم، إزاي ربنا عايز يعد خدام يستخدمهم في حصاده، يستخدمهم لجمع النفوس المشتتة والبعيدة إلى ملكوت السماوات. أصلي إن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في حياة الخادم. ابتدينا بعض من حلقتين وقلنا أن الجزء الأولاني ده كله عايزين نتكلم عن ما نسميه أبعاد حياة الخادم. إيه الأبعاد المختلفة اللي أنا محتاج أبنيها في حياتي وأتأكد أنها موجودة عشان يقدر ربنا يستخدمني كخادم أمين على خدمته، على الوكالة اللي أعطانا إياها أن نعبر عنه وأن نوصل المسيح بصورة أو بأخرى للعالم اللي محتاج إليه. مراجعة سريعة جدا، قلنا سميناها المربع لأن فيها شوية أربعات كتيرة قوي، فهنراجع مع بعض اللي احنا قلناه ده. قلنا أنا بعيش في أربع علاقات: علاقة مع الله، علاقة مع الحق، علاقة مع الآخرين، وعلاقة مع نفسي. وإزاي أن العلاقات دي بتإنتر أكت مع بعض، بتتأثر وتؤثر في بعضها البعض وبتكمل بعضها البعض عشان أوصل للإنسان اللي ربنا عايزني أكون فيه. وقلنا أنه في العلاقات دي أنا عندي ألقاب، ودي مهمة قوي، عندي هويات، عندي كروت بتخليني أستطيع أني أتعامل في هذه العلاقة أو في هذا المكان زي ما هنشوف في القدس. فأنا ابن، وأنا تلميذ، وأنا خادم، وأنا كاهن. مش كاهن بالمعنى الكنسي المرسوم كاهنا، لكن جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. خلونا المرة دي وإحنا بنراجع ده نبص على الآيات اللي بتقول لنا الكلمات ديت. فلما ربنا قال لي أنا ابن، قالها لي: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. يوحنا الأولى 3:2: أيها الأحبة الآن نحن أولاد الله. إحنا عارفين إحنا مين، ولم يظهر بعد ماذا سنكون. مش عارفين لما نروح هناك هيبقى اسمنا إيه، لكن نعلم أنه إذا أظهر، لما المسيح يظهر، سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإننا ورث أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا. نرجع تاني للي احنا كنا واقفين فيه هنا. اللقب التاني اللي هو لقب تلميذ، لو خبطنا على تلميذ هنشوف الآيات اللي هي بتكلم عنها الكتاب. في يشوع 1:8 بيقول له: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. خادم قال له: خلي بالك علاقتك مع ده، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل. أنا هخدم، إيه اللي هيساعدني أن أنا أخدم وأبقى خادم تحت أن أنا تلميذ؟ لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأن حينئذ تصلح طريقك، أنت تتصلح، حينئذ تفلح في الخدمة. واضحة هنشوف العلاقات دي ازاي، ان كل واحدة بتؤدي الى اختها. اللقب الثالث ان انا خادم، لو بصينا برضو في الايات بتاعت الخادم هنشوف كالاتي بيقول ايه هنا الكتاب لينا كخدام. في كورنثوس 2:4-5: لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بنقدم انفسنا ليكم، لكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
لو جينا لكلمة كاهن هنشوف أيضا الآيات اللي بتتكلم هنا. وجعلنا رؤية 1:6 وجعلنا كلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون ككهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. بتكلم عن الناس هنا الموجودين في الأرض، بل سيكونون ككهنة لله والمسيح، يكهنون لله وللمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. فإحنا أعطينا الألقاب الأربعة ديت اللي إحنا اتكلمنا عنها، وبعدين قلنا إن الألقاب الأربعة دي لها 4 أدوار. فبرضو عايزين نبص على الآيات بتاعة الأدوار دي، لأن أنا عايز أشرحها أكتر المرة دي في الحلقة دي، الأدوار الأربعة دول. الدور الأولاني اللي بنسميه الدور النبوي بيقول إيه؟ خلي بالكم الآية دي لأنها جميلة قوي. الله لم يرع أحد قط، الإبن الوحيد، خلي بالكم من العبارة، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبره. ترجمة تانية، ترجمة المشتركة أوضح شوية. ما من أحد رأى الله، الله لم يره أحد قط. الإله الأوحد الذي في حضن الآب، الإبن الذي هو في حضن الآب، الإله الأوحد الذي هو في حضن الآب هو الذي خبر عنه. عن مين؟ عن الآب. في الترجمة الإنجليزي بسيطة جدا، الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو جعله لنا معروفا. مهم قوي الآية دي، وعايز أقف عندها عشان أشرح يعني إيه الدور النبوي، يعني إيه أننا بنقوم بهذا الدور. لما بيقول الكتاب أن الروح القدس يحل علينا، يسكن الروح على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. أول حاجة يتنبأ بنوكم وبناتكم. إحنا كلمة نبوة عندنا بالنسبة لنا معناه واحد بيقول لنا هيحصل إيه، أو واحد بيدي رسالة لشخص ربنا بيقول لك وهكذا. لكن الدور النبوي أنبياء، الموضوع أكبر من كده شوية. خلي بالكم من الآية الجميلة اللي موجودة على التخت ديت، الإبن الذي في حضن الآب أول حاجة عملها قبل ما الفداء هو جعل لنا الآب معروفا. دي النبوة، لأني أنا ابن لله وعايش في حضنه وعارفه كويس، بقدر أعكس صورته، بقدر أقدم ربنا للناس على حقيقته مش بالصورة المشوهة اللي في أذهانهم. فالنبوة الحقيقية لينا كأبناء، عشان كده الابن يعرف يبقى نبي مش التلميذ. الابن اللي حاسس بأبوه وعارف محبة أبوه وشايف جمال أبوه بيعرف يقدم أبوه بصورته الحقيقية للآخرين. وده أهم دور إحنا لازم نقوم به، لأن أكبر مشكلة مخليها الناس مش عايزة ربنا هي صورة ربنا مشوهة عند الناس. أكبر حاجة إبليس عملها هو تشوه صورة الله عند الناس. مش كده أول حاجة المسيح جاء من أجلها قبل الفداء هو أن يصحح صورة الآب عند الناس. أول حاجة بيقولها إنجيل يوحنا كده، الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو جعله لنا معروفا. وقال لي فيلبس كده، من رآني فقد رأى الآب. الآية الثانية بتقول لي إضافة أكتر شوية عن الدور النبوي. في أرمية 23:22 بيقول لو وقفوا في مجلسي، اللي هيقف في مجلسي اللي هيقرب مني هيعملوا إيه؟ هيخبروا شعبي بكلامي، وساعتها يردونهم عن طرقهم الرضية وعن شر أعمالهم. الابن اللي عايش في حضن الآب بيقدر يقدم الآب ويقدر ياخد من الآب ويخبر الناس. فالدور النبوي هو أني أنا بصحح صورة الله عند الناس، مش بس بكلامي، بحياتي. وحنيجي ده ناخده يعني لوحده كده موضوع كامل. وباخد من قلب الآب كلام ورسالة بقدمها للناس. فلما بكلم الناس عن ربنا بكلم الناس عن ربنا الحقيقي مش المشوه،
وبكلمهم من قلب الآب رسائل حقيقية بتحمل رسالة الله للناس. لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي، خدوا مني كلام، مش بيقولوا للناس كلام من عندهم. فالدور النبوي متوقف على البنوة اللي موجود في حضن الآب، جعل الآب لنا معروفا. اللي بيقف في مجلسي، اللي بيدخل لمحضري، اللي قريب مني، هو اللي بيقدر ينقل صورتي ورسالتي للناس. يبقى أنا عندي ده الدور النبوي. لو جينا وقلنا هنا التلميذ بيقوم بالدور ما نسميه الدور التعليمي، بيعلم الناس، بيفهم الناس. المسيح لما أمر التلاميذ في الإرسالية قال كده: وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وعلموهم اللي أنا علمته لكم. مش كده؟ لو هو ما علمهمش هيقدروا يعلموا الناس إزاي؟ علموهم اللي أنا قلته، جميع ما أوصيتكم به. فأنا عرفت كل اللي هو أوصانا به، أنا عرفت كل الحق، أنا فهمت كل الرسالة، أقدر أقدمها للناس صح. أنا فهمت، هقدر أفهم. أنا عايش في حياتي، هتبين للناس إيه الموضوع وإزاي يتعاش، مش كده؟ أنا مش فاهم ومش عايش، هفهم مين وحوريهم إزاي إن اللي بيتقال ده يتعاش. التلميذ فهم وعاش، فبيقدر يفهم ويقدر يوري الناس إن اللي اتقال ده يتعاش، لأن أنا نفسي إيه؟ عايشه. ما ابتدأ يسوع يفعله وبعدين ويعلم به. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. طيب احنا هنيجي لده كتير نتكلم عنه بالتفصيل، احنا بناخد بس لقطة. الدور الرعوي برضو آية او آيتين من الجانب ده عشان نبقى فاهمين برضو بنتكلم ايه. طويلة شوية، حزقيال 34 بيقول ايه: يا ابن آدم تنبأ على رعاة اسرائيل وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل رعاة اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم، الا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وعنف تسلطتم عليها. رعاة مين ده؟ ويل لرعاة إسرائيل، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ فاهمين بقول إيه؟ الخادم هيخدم الناس، مش هيخلي الناس تخدمه، مش هيستفاد من الناس. رعاة إسرائيل خدوا من الناس بدل ما يقدموا للناس. بص العبارة دي في كلوسي 1:28-29: الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، ليه؟ لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيا بقوة. آيات كثيرة قوي بتتكلم عن هذا الدور الرب. يا 7 مليون أتحبني؟ 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 أعمل إيه؟ ارعى، ارعى غنمي. نيجي للدور الكهنوتي بسرعة بس نبقى خدنا الآيات المختلفة ديت، هنجيلها بالتفصيل بعد كده. كونوا أنتم أيضا مبنين كحجارة حية. إحنا حجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. ده مش بيكلم الخدام، ده بيكلم المؤمنين، مش كده؟ بطرس بيكلم المؤمنين. كونوا أنتم أيضا مبنين حجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. ليه؟ لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله. فبيتكلم ان احنا كمؤمنين نترص مع بعض فنبقى بيت، واحنا في هذا البيت كهنة نقدم في هذا البيت ذبائح روحية. فاذا الهيكل في العهد القديم اللي كان حجارة وبيخشها الكهنة وقدس الاقداس بيخشها رئيس الكهنة، النهاردة الهيكل بقى مين؟
بقى احنا وبنترص جنب بعضنا فبنبقى بيتا روحيا، مظبوط؟ ولما بنترص مع بعض ونبقى بيتا روحيا كلنا نبقى ايه؟ كهنة، نقدم في هذا البيت، في هذا الأسمبلي، في هذا الاجتماع، ما احنا بقينا مجموعين معا، بقينا مرصوصين بيتا، نقدم لله ذبائح روحية كلنا، مش واحد يعمل كده احنا نتفرج عليه، مش واحد هيسبح ونقول الله صوته حلو، مش واحد هنصلي ويقولنا ونقول وراه آمين، لا ده كلنا هنسبح، ده كلنا هنقدم ذبائح الشكر، ده كلنا هنصلي، ده كلنا هنصرخ، ده كلنا هنطلب. دي الحجارة كلها بقى كهنوت مقدس. فاهمين بقول ايه؟ وده اللي بنتكلم عنه القدس. في علاقتي الشخصية أنا بدخل لربنا، لكن هنا عشان كده سميناها في القدس أي في الهيكل، لما بنجتمع معا بنترص مع بعض بيتا روحيا كهنوتا مقدسة لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. احنا لفينا على ثلاث أربعات لغاية دلوقتي، مظبوط؟ لفينا على أربع علاقات، أربع ألقاب، أربع أدوار، مظبوط؟ أوكي. في كل دور من الأدوار دي هنلاقي كلمة مفتاحية، كلمة سر. كلمة إيه؟ كلمة سر. فمثلا في علاقتنا كأبناء عشان نقدر نقوم بالدور النبوي، وتفهمنا الدور النبوي ده إن أنا بقدم ربنا وباخد من على قلب ربنا بوصل للناس. الابن الذي في حضن الآب هو جعله لنا معروفا. الكلمة المفتاحية هنا هي الحميمية. الحميمية intimacy. intimacy يعني اشرحها تاني. التلاميذ 12 مع المسيح قاعدين على الترابيزة واحدة بيأكلوا الفصح، ده المشهد صح كده في العشاء الأخير، بس في واحد من الاثناشر قاعد لازق فيه وحاطط راسه على صدره، اسمه يوحنا صح، لازق فيه ملتصق بيه. انتمسي انتمسي اتسمى التلميذ الذي كان يسوع هو المسيح حبه أكتر من الباقيين، ولا هو اتعلق بالمسيح وحبه أكتر من الباقيين فلزق له فتسمى التلميذ الذي كان يسوع يحبه؟ واضح الفكرة. الحداشر اتفرقوا وعملوا عمايل، الوحيد اللي دخل معاه يوحنا، الوحيد اللي موجود عند الصليب يوحنا، مش كده؟ أنا اللي بختار قربي من ربنا، فالبنوية والأبوة بقدر قربي بقدر استمتاعي بالبنوية، صح؟ أب يبقى عنده طفلين أو ثلاثة أو أربعة، صح؟ بيحبهم قد بعض، بس هم بيقربوا منه مش قد بعض، صح؟ عادة كده البنت تقرب للأب أكتر من الولد أحيانا، وأحيانا الولد. قرب ابني مني بيمتعه بالبنوية بقدر قربه مش بقدر أبوتي، صح؟ لو أنا أب مظبوط وبأساوي بين الناس. إذن قد إيه أنا مستمتع إن ابنه هو أبويا؟ ده بيتوقف عليا مش عليه. How intimate I am، قد إيه أنا ملتصق به، قد إيه أنا قريب منه. اقتربوا إلي أقترب إليكم يقول الرب. فكلنا أولاد، بس كم واحد مستمتع ببنوته لله وأبوة الله ليه؟ قد بعض؟ لأنه بيحب ناس أكتر من ناس؟ لا، أنا اللي بختار. فكلمة السر في البعد ده هو الحميمية، واضحة كده؟ طيب كلمة السر في التلميذ، قد ايه انا بتعلم؟ قد ما انا عايز اتعلم. طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. انا عايز اتعلم هتعلم، انا مش عايز اتعلم مش هتعلم، مش هتعلم، مش هقرا، مش هسمع، ولو سمعت مش هفكر، صح كده؟ انا مش عايز.
رغبتي في التعلم هو اللي بيجعلني تلميذ. عندي نهم، عندي شغف، عندي رغبة صادقة إني أعرف الحق، هتعلم. مزمور 119 تقرأ تفهم يعني إيه ده تلميذ. تلميذ للحق، تلميذ للمعرفة، تلميذ للرب. بكل قلبي طلبتها، اشتهيت وصايا، يعني عدد المرات اللي بيعبر عن أشواق قلبه وبعدين يقول له إيه؟ علمني، فهمني، دربني، أنا عيني، صح؟ عمال ليه؟ لأنه عنده رغبة شديدة وعمال يطلب إني أفهم، إني أتعلم، إني أتدرب، إني أكون، إن عناية تستنير، إن 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 تلميذ. كلنا مؤمنين بس مش كلنا تلاميذ. التلميذ لازم يكون عايز يتعلم عشان يبقى تلميذ. إحنا بنكبر نروح المدارس ونخلص السنة الدراسية ونيجي السنة اللي بعدها مش فاكرين ولا حاجة من السنة اللي فاتت، لأن إحنا يا دوبك خلصنا، ويعني فهماني، إحنا ما كناش عايزين نتعلم، إحنا كنا عايزين ننجح، إحنا كنا عايزين نجيب درجات. أنا مش عايز أتعلم، أنا مش بقرأ عشان أعرف، أنا بقرأ عشان أمتحن، وبكبها على ورقة الإجابة وبنساها، والحمد لله، عشان أفضي مخي للحاجات التانية اللي أنا بحبها. كلمة السر في الخادم، كلمة السر في البنوية الحميمية، القرب. كلمة السر في التلميذ الرغبة في التعلم. كلمة السر في الخادم التجسد. المسيح عشان يخدمنا تجسد. يعني ايه تجسد؟ تجسد يعني حط نفسه مكاني. حد سأل وقال ازاي ابقى حساس للاخر، ازاي اخدم الاخر بحسب احتياجاته مش بحسب ما انا رغباتي. حد سأل السؤال ده فاكرين؟ قلنا انا جاي، صح كده؟ مظبوط، جاي حالا. هو اخذ جسم بشريتنا، ولما بيكلم عنه في اشعياء بيقول رجل اوجاع ومختبر الحزن، وبيقول عنه الكتاب مجرب في كل شيء مثلنا. فهو حط نفسه مكاننا، حط نفسه مكاننا، وعلى الصليب مش بس حط نفسه مكاننا، خد خطايانا، يعني زودها خالص. لم يفعل خطيه، يقول لك بس هو ما دقش الخطيه، ده اتحطت عليه الخطايا كلها. فهو حط نفسه مكاني، حط نفسه مكاني عشان يحس بيا، وعشان يفهمني، وعشان يقدر يوصل لي، عشان يقدر ايه يوصل، يكلمني باللغه اللي ايه اللي افهمها، ويحس باحتياجي فيسد احتياجي، فانا يفرق معايا انه شفى قلبي، انه اشبع جوعي، انه مسح دمعتي. فاهمني عايز اقول ايه؟ ده التجسد، هنجيله بتفصيل شديد جدا جدا جدا، لان دي واحده من الاسرار اللي بنؤمن بيها، بس دي واحده من اكتر التعاليم اللي بولس اتكلم عنها. بولس بيقول ايه؟ بيقول انا عشان اربح الناس صرت لكل واحد كما هو، لاربع على كل حال قوم. انا ما غيرتش رسالتي، لكن انا اضطريت احط نفسي مكان كل واحد، ها، عشان اعرف اربحه، عشان اعرف اخدمه، عشان اعرف احس بيه، عشان اقدر افهمه. انا رايح اكلم بتوع اثينا لازم اقرا الشعر بتاعهم والادب والفلسفه وبيفكروا ازاي، لان لو كلمتهم من خلفيتي انا مش هيفهموا حاجه خالص، لكن لو كلمتهم من خلفيتهم هم هيفهموني. احنا عندنا رساله لا تتغير، لكن الرساله دي ازاي بنقدمها؟ لازم نقدمها لكل واحد غير التاني. مش بكلم الطفل زي الشاب، مش بكلم الشاب زي الراجل الكبير، مش بكلم الرياضي زي الموسيقي، مش كده؟ مش بكلم الملحد زي غير المسيحي، ولا ايه؟ اللي احنا عندنا رساله واحده بنقولها لكل الناس بغض النظر، واللي عايز يفهم يفهم، واللي مش عايز يفهم قاعد، احنا مالنا احنا؟ لو ربنا عمل كده ما كانش جالنا. كلمة السر أني أكون خادم مؤثر هو التجسد. هنجلها. كلمة السر في أني أنا أقدر أكهن لله، أكهن لله في بيته، في مقدسه، في الأقداس أو في المقدس، في
مش بيت المقدس، في الأقداس، حيث نجتمع معا بيتا روحيا، هو الاتحاد. الاتحاد بمين؟ الاتحاد بالاثنين، اتحادي بربنا وبالناس، اتحادي بربنا وبالناس. قائد التسبيح دوره يعمل ايه؟ ياخد الناس عشان يدخلوا لمحضر ربنا يقابلوا ربنا. المتشفع دوره ايه؟ انه ياخد ربنا ويجيبه للناس. فدور الكاهن الحقيقي هو ان يحط ايده في ايد الناس وايده في ايد ربنا ويجيبهم لبعض. يجيبهم ايه؟ لبعض. فانا في التشفع بقف امام الله عن الناس عشان اكلم ربنا عن الناس، وانا في التسبيح بدخل بالناس الى محضر ربنا. هتفهم حاجه؟ فده دور مميز، غير الرعايه نبرعه، غير التلميذ اللي بيتعلم، غير الابن الذي في حضن الاب اللي بيشبع بمحبه ربنا. بس لو انا ما عنديش البنويه دي وبحب ربنا ومتحد بيه، وما عنديش التجسد ومتحد بالناس وحاطط نفسي مكانهم وحاسس بيهم، مش هقدر. تمام؟ ما يتفلقوا. او يا رب انا اتمتع بيك، هم انا مالي ومالهم، يبقى انا مش حاسس بيه لانه هو بيحبهم وهو عايز يروح لهم. فانا لو بحبهم عايز اجيبهم، ولو بحبه عايز اجيبه ليهم. واضح اللي انا عايز اقوله؟ فلو انا مش بحبهم مش هجيبهم ومش هقف عنهم، ولو انا مش بحبه مش هقف عنهم، هقف عن نفسي، اخد انا ليا، انا اتعب نفسي ليه بالناس؟ مشكله يونان. مثالي المربع ابتدى يبان الأضلاع بتاعته إلى حد كبير قوي، وإزاي إنها ركبة في بعضها، زي ركبة في بعضها. حبي لربنا بيدفعني أني أتعلم شريعته وفكره وطرقه وإعلانه عن نفسه وحقه، وهنا أنا باخد الحق وهنا أنا باخد المحبة الإلهية عشان أروح أعمل إيه؟ أرعى الناس وأكهن لله، عشان أحس بالناس وأقدم احتياجهم اللي أنا واخده من ربنا من الحب ومن الحق. وهنا نتيجة الحب اللي رابطني بالناس وبربنا أنا بقف لأكهن لله عن الشعب، بدخل بيهم لربنا وبجيب ربنا ليهم. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ احنا بنختزل اللعبة دي. عشان كده انا مش مؤثر، الدائرة مش مقفولة، الحاجات مش مربوطة في بعضها. وهنشوف في اللفة اللي جاية، احنا خلصنا اللفة الرابعة مش كده، في لفة خمسة، هنلاقي شوف ازاي الحاجات دي link together، عاملة كده شبكة في بعض. الحقائق الكتابية مش حقائق مبعثرة، زي ما خدنا في مدرسة المسيح، في سلسلة خط قرمزي كده رابط من أول شخصية الله لغاية تربية العيال، بيمر على الشفاء، إن كل حاجة واحدة، كلها سلسلة. دي حقائق مترتبة، دي مش كتاب مختلفين كل واحد كتب اللي على مزاجه، ده الروح القدس أوحى بهذا الكتاب، عنده فكر. لما بيتكلم عن اللاهوت زي ما في مدرسة المسيح، حاجة متسلسلة راكبة في بعضها، ايه ما بتخرش المية. لما بيكلم للخادم وعايزك ايه وليه وعشان ايه، ما بيقولش حاجات ملهاش دعوة ببعضها. الايات شكلها متناثر، بس حط الايات دي وركبها مع بعض هتشوف ازاي بتكمل بعض، منسجمة مع بعض، راكبة مع بعض، بتصور في الاخر صورة واضحة، معالم واضحة للخادم. أنا عارف إني ما سبتش وقت للأسئلة في الحلقة ديت، بس أنا حبيت نقف كده، وبعدين يمكن الحلقة الجاية هيبقى عندنا وقت نسأل في أغلب اللي إحنا وقفنا عنده دوت، بعد ما ناخد شوية آيات اللي فضللنا ديت. أشكركم لأجل هذه المتابعة ولأجل إنصاتكم ولأجل التربنة اللي حصلت في دماغكم، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، ربنا معاك ومعاك. مجدست المسيح. عايز اشجعك
انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة. إلى أن نلتقي، ربنا معكم.